حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا. ايه هي 10 ماركات روجات ثابتة، روجات عالمية وأسعارها في متناول الإيد زي ما اتعودنا دايما؟ تابع معايا الفيديو للآخر عشان تعرفي ايه هي ماركات الروجات الثابتة والجامدة قوي والرخيصة في السعر. وكمان تابع الفيديو عشان في آخر الفيديو في مسابقة، يا رب تكوني من المحظوظين وتفوزي بيها. لو لسه أول مرة تشوفي القناة، أنا هبة الجهيني ودي قناة أسرار الجمال. اشتركي وفعلي رمز الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد ومفيد. وكمان ما تنسيش اللايك الجميل والكومنت الإيجابي. يلا بينا. تيني ايه اول الماركات اللي رشحها لك من ضمن 10 ماركات روجات ثابتة؟ هقول لك هي اجودهم وافضلهم الميبلين. الميبلين بيستخدمون نجمات السينما العالمية. لانه ايه؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان هو جيد وتقيل، ما هوش حاجة كده يعني سائل وخفيف، لا هو من الماركات اللي مالية مركزها، بينزل بعدد من الدرجات المناسبة لكل انواع البشرات، وكمان هو بيكون ثابت لفترة طويلة جدا. عشان كده هي النجمات العالميات بيستخدموه، لأن هو الاختيار الأنسب ليهم. بيفضل فترة طويلة على الشفايف، مش بيتمسح لأكلة شربة أي حاجة، مش بيتمسح بسهولة، بيقعد عدد طويل من الساعات. الماركة اللي بعد كده اللي هي ماك، طبعا معروفة ماك إن هي من ضمن الماركات العالمية الجامدة، وكمان هي الأكثر شعبية، يعني تلاقيها متوفرة في كل بلاد العالم. طبعا هي مميزاتها ان هي ممكن هتلاقي اختيارات كتير في الوانات كتير، البشرات كل انواع البشرات فيها، مرطب عالي للبشرة، يعني انتي بتحطيها بتبقي مطمنة ان هي مش هتحصل تشققات في البشرة او التهابات او الكلام ده كله. وكمان اسعارها في متناول الجميع، اسعارها حلوة متفاوتة، في منها الرخيص وفي منها الغالي. طبعا انتي لما تختاري اي نوع من انواع الروجات يا بنات، اختاري النوع اللي هو مش تحت مصنع تحت السلم، لا هاتي حاجة معروفة وماركة معروفة ومضمونة عشان انتي بشرتك مش لعبة. شوف اللي بعده. نسيت ما انوه على حاجة مهمة قوي في ماك، ان هي ثباتها عالي جدا، ثبات يستمر لمدة حوالي 24 ساعة. طيب الماركة اللي بعد كده اللي هي هدى بيوتي. هدى بيوتي طبعا ماركة معروفة جدا ان هي من ضمن الماركات الجميلة والمتمكنة والمنتشرة والمعروفة في عالم الميك اب. طبعا هي بتنزل مجموعة من الروجات المتنوعة بألوان متنوعة، منها السائل ومنها المات ومنها اللامع. برضو هتلاقي ان هي بتحمل نفس صفات ماك، ثبات عالي، محتوي على المرطب الجامد العالي قوي، اللي هو بحيث ان بشرتك ما يحصل لهاش اي تشققات، او بمعنى اصح شفايفك ما يحصل لهاش اي تشققات. تمام. طيب نشوف اللي بعده عشان ما يطولش الفيديو معانا. الماركة اللي بعد كده اللي هي ريفلون. ريفلون معروفة ان هي من ضمن الماركات الجميلة في عالم الميك اب، والروجات بتاعتها متميزة، الوانها متميزة، يعني انت ممكن تحطي طبقة واحدة بس، ما انتش محتاجة تحطي طبقتين او ثلاثة، طبقة واحدة بس هتديكي لوك جامد جدا وطبيعي ولامع. وفي منها برضو اللامع، لو انت مش بتحبي اللامع يعني، في منها المطفي او المات.
برضو بيدوم 24 ساعة، يعني انتي مش هتبقي قلقانة ان هو يتلطخ الميك اب كده يمين وشمال ويبقى شكله مش ظريف او يتمسح. لا، بيدوم 24 ساعة ثابت، وما فيهوش حتة ان انتي ممكن ايدك تيجي عليه كده يعمل تلطخات وحاجات مش ظريفة. طبعا مش هننسى ان واي اكس او نكس الروج المتميز، وهي اصلا ماركة متميزة في كل حاجة. طبعا من اول لمسة هتلاقيه ان هو بيديكي طبقة قوية على الشفايف بمظهر جامد وجميل قوي، ما بيحصلش اي تكتلات وما بيسحش رغم انه سائل، يعني مش بتحس ان هو ممكن يسيل منك لو مثلا عندك مناسبة وهتطول او كده او عدد ساعات كبير. لا، بيفضل 24 ساعة واليوم كله من غير ما يحصل له اي تغير في الشكل الاساسي اللي انتي حطيتيه في اول مرة او في اول لحظة ليه. طبعا اسعاره جميلة، حوالي 30 ريال بالسعودي. انا مش هقدر اتكلم عليه كتير لان هو فيه مميزات كتير قوي، يعني مهما قلت فيه مش هوفي حقه الصراحة. ماركة قوية متميزة جميلة جدا، في مرطب ما بيشقش ما بيتكتلش على الشفايف. طيب، في ميزة تانية جميلة جدا، ان هو لو عايزة تدمجي لونين في بعض هو هيديكي اللون اللي انت محتاجاه، لون متميز جدا جدا جدا، اللي هي الدمج ما بين الوان الروج وبعض. معلش يا بنات عشان الفيديو كده طول قوي علينا وعليكم. انا ممكن اقولك ان انا كده وصلت لاخر الفيديو، معلش انا ما قلت لكيش ال10 انواع اللي انا وعدتك بيهم، بس اوعدك برضو باذن الله اعمل فيديو تاني او جزء تاني عشان الفيديو كده هيطول عليكم قوي. كده خدنا كام نوع مهمين قوي او الطب، هكمل لك الانواع التانية في فيديو اخر ان شاء الله. نوصل كده او وصلنا كده للمسابقة. المسابقة هي ان كان في غلطة في كلامي اثناء الفيديو، غلطة في كلامي اثناء الفيديو، والغلطة دي جيت كررتها تاني وصححتها معاكم، يا ترى ايه هي؟ لو قدرتي تجيبي الغلطة دي وتقوليها اوعدك ان شاء الله ان لكي هدية جميلة هتعجبك قوي مني. طبعا دي مسابقة، اول مسابقة اعملها معاكم، ولو نجحت ان شاء الله وعجبتكم هعمل منها اجزاء كتير قوي. يلا نشوف مين اللي هتكسب. بإذن الله الفيديو القادم هعلن اسم الفايزة اللي هتطلع الغلطة اللي انا غلطتها في الكلام وجيت صححتها تاني في الفيديو ده. هعلن ان شاء الله اسم الفايزة في الفيديو القادم بإذن الله، وليها كارت شحن هدية مني ايا كان الشبكة اللي هي بتستخدمها. انتظروني يا بنات في مسابقات اكتر واكتر وجوائز متنوعة، دي اول مسابقة ليا في القناة. طبعا انا بقول لكم كده وصلت لاخر الفيديو، ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. سعدت بيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.